ذلك المصور الصحفي اختطف بينما كان ينجز تقريرا تلفزيا في أجدابية الليبية. 10 مراسلين قالوا كلمتهم، أنتم أيضا سارعوا وشاركونا حملتنا من خلال مشاركة فيديوهاتكم مع استخدام هاشتاغ غير باقية ولن تتمدد وإضافة حساب تلفزيون الآن @الآن تي في. سيربح الفائز جائزة مالية قيمتها 5000 درهم إماراتي. تلفزيون الآن، معاً ضد التطرف.